الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبن ريق العيدان المصلوبين في النار بتمدش ايدك ليه؟ ماليش نفس. ليه؟ مش عارف. انا بقى عارفه. كل ما بتروح عند امك وتاخد الحقنه اياها ترجع لي مادة جوزك شبرين واقعد فيها حيفك عشان تفرد صحتك المقلوب. اصل انا صحنتي مقلوبه وانت صحنتك زي الفل، ده انت اكبر مقلب شربته في حياتي. انا مقلب يا جاهل يا ساقط الابتدائيه. اسم الله عليك يا اللي معاك الدكتوراه، ده انت اجهل من دبه. ما انت ما فيكش غير لسان. لو كنت بني ادم كنت خلفت ولو حته عيل واحد يا ارض بور. وليه ما يكونش لايق فيك؟ كل البلد بتتكلم عنك. اخرس. لما طلقتك ورميتك رميه الكلاب ما بقاش انا فرق. هتدفع ثمن الالم ده غالي قوي يا فرق. العطش اللي كان جوايا كان بيحرقني. كنت بدور على اي ينبوع يرويني، حتى البوزيه ما سبتهاش. بوزيه؟ بوزيه ايه يا ابني؟ وانت كنت فاكر البوزيه دي هترويك؟ ابدا يا خالي، انا كنت عاوز اعرف كل حاجه. المهم عملت ايه في حكايه البوزيه دي؟ رحت المعبد وهناك قابلت الكاهن. البوذيه هي مجموعه اراء فلسفيه ودينيه نشات عن تعاليم بوذا، واساسها ان حياه الانسان كلها شر والم. يعني مفيش امل للانسان؟ الامل ده حجه الضعيف. وازاي الانسان هيعيش من غير امل؟ هي دي القوه الحقيقيه. قوة ازاي اذا كان الانسان تحت رحمة الشر والالم زي ما حضرتك بتقول؟ الانسان بيتخلص من الشر والالم في الحياة بالاندماج في الوحدة الشاملة اللي احنا بنسميها النيرفانا. نيرفانا؟ يعني ايه نيرفانا؟ انا مش فاهم. النيرفانا هي الزهد ومحاربة الرغبات والشهوات والتناسخ. الزهد ومحاربة الشهوات دي مسألة معروفة، لكن يعني ايه معنى كلمة التناسخ؟ التناسخ هو انتقال الروح من جسم لجسم اخر. طب وليه كل جسد ما يبقالوش روحه الخاصه وتفرقوا بعد ما يموت؟ طب وبتفرقوا وتروح فين؟ في السماء. وهي فين السماء؟ ما نقدرش نقول فين، لان المكان المادي حقيقه دنيويه وبس. البوذيه لا تؤمن بالحياه بعد الموت والبعث والحساب. طب وايه لازمه الحياه على الارض ما دام بتنتهي بالبساطه دي والى الابد مهما طال عمر الانسان؟ وإيه المشكلة لما تنتهي حياة الإنسان للأبد؟ دي فلسفة في منتهى الكآبة والتشاؤم، والكون ده كله يبقى ملوش معنى ولا هدف. أنا مش عارف ليه البشر متمسكين كده بالحياة،
التمسك ده ضعف في حد ذاته، لكن رفضها هو القوة والإرادة البشرية الحقيقية. مع ذلك المرحلة التانية من النيرفانا أو النيرفانا الكاملة بتيجي بعد موت الجسم وفنائه. أفهم من كده إن البوذية مؤمنة بالحياة الأخرى؟ مش زي ما أنت متصور، عندنا روح الميت بتندمج في روح الطبيعة الشاملة، يعني مش كل روح لوحدها. وبالتالي يبقى مفيش بعث ومفيش حساب. تقدر تقول كده. طب وروح الطبيعة الشاملة دي بتروح فين بعد كده؟ انتوا دايما تسألوا عن كل حاجة بتروح فين، وانت لسه قايل ان فين دي موجودة على الارض بس. الحقيقة حضرتك حيرتني. لو سبت الامل في الحياة هنا او لو عشت هنا من غير امل هتستريح وما تحترش ابدا. انا ما اقدرش اعيش من غير امل، اتخنق اموت. ياه يا استاذ ناجي، ده انت شفت اللي محدش شافه. صحيح، اللي يعيش ياما يشوف، واللي يسافر يشوف اكتر. الله، دي فهيمه اختي. فين يا فهيمه؟ اللهم اجعله خير. ايه اللي حصل يا ست فهيمه؟ اللي حصل ما يضحكيش، اللي حصل ما يضحكيش. ايه دي؟ طب عشان خاطري بلاش تفرج علينا الناس، ده احنا برضه ولاد شهد المعصراني. فرج تاني، يلا بينا على البيت، ملناش قاعده هنا. بقى بيهددك بالطلاق الجربوع الجاهل ده؟ ده الكلام ده لو وصل لابويا شهدي هيوريه النجوم في عز الظهر. يا جماعه طلاق ايه بس؟ هو احنا عندنا في المسيحيه في طلاق؟ ايه يا اخوي، بقى عندنا ما بتسمعش على اللي بيعملوه اليومين دول؟ ساعات بيعملوها بتخيل. تخيل؟ تخيل ايه؟ ده غلط ومئة ألف غلط. المسيح وضح ده في أهم كلامه. أهم كلامه؟ أيوه، في الموعظة على الجبل المسيح قال: قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. ورقتها يعني؟ ورقة الطلاق؟ يا بنتي ده كتاب طلاق، اليهود كانوا بيعملوا كده. طب ده عند اليهود، احنا مسيحيين ما عندناش طلاق ليه؟ اسمعوا المسيح قال ايه. المسيح قال: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يعني مفيش طلاق إلا للزنا، وأي طلاق غير كده يبقى زنا. استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يحمينا. وفوق كده محدش يتجوز مطلقة، لأن المطلقة زانية واللي يتجوز زانية يزني. هو ده الطلاق في المسيحية. ياه ده صعب قوي، مستحيل. الحمد لله، ألف حمد على كده. يا جماعة ربنا كرم الزواج من أول الخليقة. بعد ربنا ما خلق آدم قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيرة. يعني الراجل وحده مش كويس. وعلشان كده ربنا خلق حواء لآدم، وحواء كملت الخلق كله، ومن غير حواء كانت الخليقة خطيرة ناقصة. لما ربنا كمل الخلق بالمرأة حط بعد كده التصميم والشكل والنموذج الكامل للزواج. شكل ايه يا ناجي؟ لما ربنا اخذ ضلع من آدم وخلق منه حواء، ربنا قال: هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. امرئ امرأة؟ اه فهمت. وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. ده النموذج الإلهي، وده الزواج المسيحي زي مفهوم الكتاب المقدس. الرجل يترك أباه وأمه. يسيبهم يعني؟ مش يهملهم وينكرهم ويبعد عنهم، بالعكس ربنا أمرنا أن احنا نكرم الأب والأم، وقال: من شتم أبا أو أما فليمت موتا. أمال هيترك أباه وأمه إزاي؟ يعني يكون مستقل عنهم، ما يعتمدش عليهم زي ما كان طفل، يبقى راجل مستقل ليه بيته وكيان وحده، ويلتصق بامرأته ويتصل بها ويكون معاه علاقة ما تنفصلش أبدا. علشان كده احنا بنقول في جوازنا تمام زي ما قال المسيح: الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ما هو كده يعني مفيش طلاق، لا المرض ولا العدم خلفة ولا الحاجة أبدا أبدا. عشان كده الواحد مننا بيتجوز ست واحدة فقط. الزواج عهد مقدس كبير. الكتاب المقدس بيقول:
الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك، هي قرينتك وامرأة عهدك. واجب طبعا، لازم نخلص العهد وربنا الشاهد. صح صح، 100%. ايوه الكلام جه على هواك يا فهيمة. وعلى هوا كل ست من اول الدنيا ما اتخلقت لحد النهاردة، نحس كده بالامان يا عم ابراهيم. عندك حق يا بنتي، حتى لو الراجل غدر ربنا هو الشاهد ما بين الراجل ومراته. وبعدين يكونان جسدا واحدا، حتة واحدة، مش راجل وست، لا عيلة وأسرة واحدة مكونة من طرفين، هو وهي. يبقى فرج بقى ما يهددش بالطلاق، مفيش عندنا طلاق، عندنا جواز الجسد الواحد، العهد الإلهي. مساء الخير. أهلا يا رضا، هي جت عندكم؟ هي مين؟ فهيم. لا أصل النهاردة ما كنتش في البيت طول النهار. مصيبة والسلام. ليه حصل ايه؟ اتخانقنا، قالت انت مش راجل، ضربتها على وشها بالقلم، صوتت وطلعت تجري، قلت سيبها مسيرها ترجع لوحدها، ما رجعتش، طلعت دورت عليها في شوارع البلد كلها ما لقيتهاش، زي ما تكون الارض انشقت وبلعتها. يمكن راحت لابوها. هتروح ازاي والدنيا ليل ومفيش مواصلات؟ يعني هتروح فين يا فرج؟ تلاقيها راحت لجنيدي وصلها، المسافه كلها ربع ساعه بالعربيه. اروح اسال جنيدي. اتقل امال كده، هتذل نفسك لما البلد كلها تشوفك رايح تجري وراها. طب والعمل؟ ننزل على البندر تروق وتفوق من الهم ده. يعني هنعمل ايه؟ هسهرك سهره تنسيك نفسك، ولا انت غو غم؟ طب يلا بينا. ايوه يا ولد، ولد يا شحات، عمر يا كبير، خليك سهران هنا لغايه فهيمه ما تيجي. تيجي وهي تيجي لوحديها؟ بطل اسئله بايخه يا تنح، اعمل اللي بقولك عليه. اوامرك. يلا رضا. هو فاكرني حمار مش فاهم حاجه؟ ايش حال لو ما كنتش عارف البير وغطاه؟ مين الحمار يا ابويا؟ عيب يا ولد يا جمال، خليك في حالك يا ولد، قلت لك اقعد في البيت، قعدت تعيط ولزقتلي. هادينا يا حلو، شكلنا كده هنبات النهارده هيني في الطل ده. وانا برضه راجل وابات زي. يا سلام، طب وريني كم اللعب يا راجل، وريني يا اخويا كم. فينك يا فرج تسمع الكلام ده؟ سكوت الناس عليه وخوفهم منه طمعوا. طمعوا في الناس مش فيه، دي مراته بس برضه لازم يدق على دماغه عشان ينعدل. يا جماعه اصول الشر ارجوكم، وخلونا نفكر بالعقل. ما هو بالعقل يا ناجي، الشر بالشر والعين بالعين والسن بالسن. المسيح ما قالش كده يا شاكر، المسيح قال سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. مش ممكن يا ناجي، مش ممكن. ما مش جايبني الهم ده غير سكوتي وطيبة قلبي، دي اول مرة رد عليه فيها يقوم يضربني. يمكن لو كنت سكت يا بنتي ما كانش ضربك. يمكن ما كانش ضربني، لكن كان هيسمعني كلمتين. المسيح مش بيطالبنا بالسكوت والخنوع والسلبية، المسيح بيطالبنا بالصبر والاحتمال والمحبة. دي كلها سلبية وخنوع. لا يا شاكر، دي حاجات ما يقدرش عليها غير الإنسان القوي القادر المملوء بروح الله. سهل جدا انك تغضب وتغلط وتضرب وترد الإساءة بالإساءة والشر بالشر، لكن العكس صعب. المسيح قال كن مراضيا لخصمك سريعا. يعني راضي فرج وصالحه يا ناجي؟ ايوه، هو فرج ده خصم، ده جوزك. ادم ما جايب الولاد كسر جناح. وبعدين بقى يا بنتي حرام عليكي كده. اعمل ايه بس يا عم ابراهيم؟ حظي اسمتي، انا ماليش ذنب، الدكاتره قالوا ما فيهاش عيب، اعمل ايه بس؟ محدش ليه ذنب في عدم الخلفه يا فهيمه، دي اراده ربنا. إرادة ربنا إنها ما تخلفش، ده عدم الخلفة صعبة قوي، نار تحرق. الله، استغفر الله يا أخي، ده شأنه بقى. غضبان علينا، ما احنا نستاهل برضه. لا يا فهيمة، إبراهيم ربنا كان غضبان عليه؟ سيدنا إبراهيم؟ لا طبعا. أهو ربنا حرمه من العيال مدة طويلة. ربنا كان وعد إبراهيم إنه يجعله أمة عظيمة، لكن سر مراته كانت عاقر ما بتولدش.
ورفع إبراهيم راسه لربنا وقال له: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما؟ لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. كان بيقصد ابن العازر خدام إبراهيم وعبده، لكن ربنا قال له: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. وخلاه يبص للسماء وقال له: عد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب وحسبه الله له برا. واستنى إبراهيم لحد ما بقى عمره 99 سنة ولسه ما جالوش ولد، لكن ربنا قال له: سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. سأجعلك أبا لجمهور من الأمم وأعطيك ابنا. وبرغم إيمان أبونا إبراهيم ضج وقال في نفسه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ كان عنده ابن من هاجر، لكنه وعده بابن من سارة يسميه إسحاق. وحبلت سارة زي ما وعدها ربنا، وولدت إسحاق وهي شيخة كبيرة في السن، وإبراهيم شيخ كبير في السن. يا سبحان الله، ما يصعبش على ربنا حاجة أبدا. ابن وهو عمره 100 سنة؟ أصله نبي من أنبياء الله، ده أبو المؤمنين كلهم. ربنا بيحب كل الناس وبينعم على كل الناس. حنا مثلا لا كانت نبية ولا حاجة، كانت ست غلبانة وما بتجيبش ولاد، والموضوع ده كان كاسر قلبها قوي. ليه بس كده يا ربي؟ ليه؟ وبعدين بقى يا حنا يا بنت الحلال، ولاد ايه اللي انت عايزاهم دول؟ هو انا مش احسن من 10 ولاد؟ يا رب ارحمني يا رب، ارفع عاري وذلي يا رب. ان اديتني ولد اديهولك، انذرهولك يخدم في بيتك، يخدمك طول عمري. ولد يا رب، ابني يا رب. ايه يا ست انتي، باينك سكرانة، عينيكي حمرة وبتكلمي نفسك. لا يا سيدي، انا مش سكرانه، انا طالبه رحمه ربنا. بتصلي يا بنتي؟ قومي يا بنتي، ربنا يسمع طلبتك ويحقق رغبتك. ربنا معاك يا بنتي، ربنا معاك. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك. وتحنن الرب عليها واداها صموئيل. صموئيل خادم الله ونبيه، وزي ما وعد جابته الهيكل وقابلت الكاهن. ده صموئيل ابني، فاكر لما كنت بصلي عشانه من سنين؟ مش فاكر قوي. صليت وندبته للهيكل وربنا اداهوني كده. اهلا يا صموئيل، مرحبا بيك في الهيكل يا ابني، مرحبا بيك في الهيكل. وسبحت حنا الرب وقالت له: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، ابتهجت بخلاصك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، وليس صخرة مثل إلهنا. العاقر ولدت، الرب يميت ويحيي، الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع، ويقيم المسكين من التراب. لك المجد يا رب، لك المجد يا مجد يا رب. انا لازم اتجننت على فكرة، ازاي اضرب فهيمة بالقلم على وشها؟ ده انا عمري ما ضربتها ولا مديت ايدي عليها. ولا يهمك يا فرج،
كل حاجة تتصلح والمية هترجع لمجاريها. ايه يعني ضربتها؟ ما ياما رجالة كتير بتضرب نسوان وما بيحصلش حاجة. انت ايه حكايتك بالظبط يا رضا؟ زي ما تكون فهيمة دي مش اختك. عمرك ما قلت كلمة حلوة في حقها مع انها بنت طيبة وقلبها ابيض. دي حكاية قديمة يا فرج. ايه؟ سر عليا يعني؟ لا سر ولا حاجة يا فرج. طول عمر ابويا كان يفضلها هي واخويا شاكر عني. طول عمر حتى واحنا صغيرين كان يجيب لهم هدايا وحاجات احسن من الهدايا والحاجات دي. تفتكر ليه؟ سأل ليه يابا؟ ليه بتعمل كده يابا؟ كان يشخط فيا. بلاش كلام العيال ده يا واد يا رضا. لازم شاكر وفهيمه كانوا بيسمعوا كلام ابوك اكتر منك. ابدا. طول عمرها فهيمه قاعده في البيت لا شغله ولا مشغله. وشاكر طول عمره شايف نفسه حتى بعد ما اتجوز نعمه بنت عم ابراهيم راح سكن عند عم ابراهيم ومحدش بيشوفه خالص غير في المناسبات والاعياد. يعني محدش شايل هم ابوك الا انت. ويا ريت عاجب يا فرج ويا ريت عاجب. الله، واضح ان ابوك ده ما بيعجبوش العدل. انا شخصيا طول عمري بشوفه بيشخط وبينطر. ربنا يستر بقى وما يكونش عارف اللي حصل لبنته النهارده. اشرب اشرب، محدش واخد منها غير قلة القيمة. يقبل اتكلي على ربنا يا فهيمة يا بنتي وصلي وربنا هياخد خاطرك. ده انا بصلي واصوم واتناول واروح الكنيسة واولع شمعة وبرضه ربنا ما بيسمعليش. لازم هيسمع يا بنتي، لازم. عمر الخير ما يضيع ابدا. طب ليه ما بيسمعليش؟ هيسمع، مش عشان الخير اللي انت بتعمليه. امال عشان ايه؟ عشان ربنا بيحبك. بيحبنا كلنا يا بنتي. بيحب كل واحد مننا، مش بيحبنا كده كلنا شيله بيله. ربنا بيقول محبه ابديه احببتك، يعني يا فهيم ربنا بيحبك انت بالذات. واه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان بانت بشاير الربيع فوق الغصون الملا قلبي يا تايه ورا وهمك ودع شقاك وقطع حبال همك وارسم على صفحتك عصفور ووردايا وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك الشر يكوي القلوب والنار يحرقها والرب يرفع الشعور ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها وهو يشبع كل أشواقها يفرد جناحه الكبير كل رضا من فوقها يفرد جناحه الكبير كل رضا من فوقها يفرد جناحه